سهير البابلي تمنت أمنية تحققت بعد 6 شهور، ندمت على أمنيتها الموت على خشبة المسرح. قرار الحجاب والاعتزال طلبته من الله وهي تبكي في السجود. بعد رحيل سهير البابلي تداول رواد السوشيال ميديا بمقطع مصور لإلها تتحدث فيه عن أسباب تركها المسرح، فحكت في حوارها مع هالة سرحان إنها كانت تشعر بتعب وإرهاق بسبب المناخ العام والروايات، وتمنت إنه تكره المسرح لتبتعد عما يتعبها. دعت سهير لربها وهي ساجدة وبكت كثيراً حتى يتحقق ما تتمنى، وأكدت إنها وقت هذا الدعاء لم تفكر في حياتها بعيداً عن الفن. وبعد 6 شهور من هذا الدعاء كانت بالفعل بعيدة تماماً عن المسرح. أعلنت سهير البابلي في هذا اللقاء ندمها الشديد عن تصريحاتها السابقة، خاصة تصريحها بأمنيتها الموت على خشبة المسرح. سهير البابلي فارقت الحياة متأثرة بوعكة صحية عانت منها خلال الفترة الأخيرة، حيث تم نقلها للمستشفى ودخلت غرفة الرعاية المركزة. وحكت بنتها إنها كانت تعاني من ضيق في التنفس ومياه على الرئة. اللحظات الأخيرة في حياتها كانت مؤثرة للغاية، فرغم شدة مرضها وعدم قدرتها على التواصل مع المحيطين فيها، لكنها كانت تقوم بترديد القرآن في سرها. وقبل وفاتها بساعة رددت الشهادة عدة مرات كأنها كانت تعلم إنها راح ترحل عن العالم. وصية سهير البابلي راح يتولى رضا طعيمة زوج بنتها تنفيذها، وأكد إنه كل همها قبل رحيلها إنه تستمر الأعمال الخيرية اللي بتقوم فيها، وطالبته شخصياً بعدم التوقف عن مساعدة بعض الأشخاص اللي بتتولى رعايتهم، وكان منهم بعض الطلاب في كلية الطب. رغم شهرة سهير البابلي الفنية، فضلت ارتداء الحجاب في أواخر التسعينيات، وبعد هذا القرار اعتزلت الفن نهائياً، وعادت بعد فترة لتقدم قلب حبيبة وتغيب بعدها عن الأضواء. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.